طبعا ان احنا اعتدينا على الصفات، ما كانش في شهود اثبات من الصفات دول بيقولوا ان هو احنا اعتدينا عليهم او النظام اللي اعتدوا عليه. ما حضرش ولا جلسة من الجلسات اي ضابط يشهد بده. النيابه ما اتحركتش اصلا على الاسم علشان تحرر محضر ضد الضباط اللي اعتدوا على المحامين. النيابه تقاعست تماما في الموضوع ده. في طول الوقت كلام على انه الاسم اتضمن، بس مفيش فيديوهات بتثبت ده، مفيش اي حاجه بتقول ان احنا اعتدينا على الاسم، خاصه ان احنا عددنا ما كانش مكمل 30 نفر يعني، فمفيش اصلا فكره انه حتى نعمل اي حاجه، مفيش، احنا عددنا كان قليل جدا. المفروض انه كان جلسه استئناف على الحكم، القاضي قرر انه مش هيطلع قرار يعني كده الحكم مع حبس المتهمين هم يوسف شعبان ومهنور مصر. في القضيه دي وائل اهوالي، وائل اهوالي بيقضي اصلا مدة تانية في السجن في قضية تظاهر لقضية خالد سعيد اللي هي برضه مهنور المصري كانت محبوسة فيها السنة اللي فاتت. المفروض إن هو بعد ما يخلص السنتين اللي عليه ويطلع يلاقي نفسه عليه حكم تاني لو القاضي قرر يأيد الحكم يوم 31 مايو الجاي. بالإضافة للانتهاكات اللي طول الوقت بتحصل في سجن برج العرب. سجن برج العرب ما فيهوش مراوح في الحر ده. طول الوقت مفيش تريم من شهور فاتت تقريبا، المساجين ما طلعوش بره زنازينهم، مفيش اي نوع من انواع الادبيه، حتى فكره انه يبقى في شباك صغير بيدخل شمس وهواء ده اتقفل عليهم في الفتره الاخيره، ممنوع دخول الكتب، ممنوع دخول الادويه، يوسف محبوس انفرادي بقاله 4 ايام، مفيش حد معاه.